ست مرشحين محتملين أمام السيسي في انتخابات 2024، منهم سيدة ونمرة ستة، ده حكاية لوحده. أولهم هو جمال مبارك، وده اللي لازم نبدأ بيه الأول عشان علاء ما يزعلش، وتويتر تحت إيده وبيشتم على طول. جمال عمره الآن 59 سنة، وهو خريج الجامعة الأمريكية في مصر، وكان نائب مدير بنك في مصر وراح اشتغل في أمريكا برضه نائب مدير بنك، وهو الابن الأصغر لمبارك، واللي بفضله قامت ثورة يناير عشان يمنعوا مشروع التوريث، عشان الشعب نزل ساعتها وقال دي مش تكية، انت هتورثوه وهو عايش، استنى لما يموت ويبقى يورث براحته. وتحاكم جمال وابوه واخوه في قضايا كتيره جدا طلعوا فيها كلها براءه الا قضيه واحده، وهي قضيه القصور الرئاسيه واللي صدر عليهم حكم بثلاث سنين ونفذوه بالفعل. ويقال ان جمال مبارك هو وطلعت مصطفى قابلوا سفير امريكا في احد الفنادق واعلن رغبته بالترشح في رئاسه مصر في 2024، وان كان نافوا بعد كده ولكن ده اللي حصل. لكن ايه اللي جرأ جمال مبارك وهو عارف ان ثوره قامت عليه انه يتقدم وترشح قصاد السيسي؟ السبب في ان الناس التفت حواليه في مواقف كتيره وفي اماكن كتيره كان بيزورها، وكان الناس بسبب ظروفها الاقتصاديه بتقول يا يوم من ايامك يا مبارك. وهل ده يكفي لفوز جمال مبارك برئاسه الجمهوريه 2024؟ هنشوف. ولكن هل في مانع قانوني يمنع جمال مبارك في الترشح في 2024؟ في بعض الصفحات طلعت وقالت ان جمال مبارك عنده مانع قانوني في الترشح، وهنا علاء ما سكتش، طلع وقال مين البهيم اللي بيقول ان هو عنده مانع، الكلام ده غير صحيح. والحقيقة إن علاء عنده حق، وإن كانت الشتيمة ملهاش لازمة، لأن القانون بيعطي للحق للترشح إذا مر على تنفيذه للحكم 6 سنين. والسؤال هو هل مر 6 سنين على تنفيذ جمال مبارك للحكم؟ الإجابة نعم، لأن هو خرج في 27 يناير 2015 وكان نفذ خلاص الحكم، يعني مر عليه أكتر من 6 سنين، وبكده له حق الترشح في الرئاسة في 2024. المرشح الثاني وهو عمرو موسى، وهو مواليد 36، يعني عمره الآن 86 سنة، وتولى منصب وزير خارجية مصر لمدة 10 سنين من 1991 حتى 2001، وبعدها تولى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو رئيس حزب المؤتمر المصري وبيشارك في الحوار الوطني اللي دعا إليه السيسي. والسؤال هو إيه اللي هيجعل عمرو موسى النهاردة يترشح ولما ترشح من قبل؟ والجواب إن عمرو موسى في الحوار الوطني استغل وقوفه وهاجم الحكومة وسياسة الدولة وكأنه بيهاجم السيسي، وده عجب ناس كتيرة والتفت حواليه القلوب وحصل على لايكات كتير الفيديو بتاعه، وكده نقدر نقول ان هو مرشح محتمل. وبشرى للمصريين في حالة فوز عمرو موسى، فإحنا كده لن نقل عن الدول المتقدمة اللي رؤساء الجمهورية عندها أعمارهم بتبقى فوق 80 عاما. المرشح الثالث وهو سيدة، وهي السيدة جميلة اسماعيل، هي إعلامية ولكن دخلت في مجال السياسة بعد زواجها بين الدكتور أيمن نور، وشاركت معاه في تأسيس حزب الوفد في 2003، وبعد الحكم على أيمن نور وسجنه خرجت تدافع عنه في الخارج والداخل وطلبت بالإفراج عن مساجين الرأي في مصر، وكأن أيمن نور كان مسجون من مساجين الرأي، والحقيقة أنه سجن في جناية تزوير توكيلات، وقضى مدة من الوقت وخرج بعفو رئاسي. وتولت جميلة اسماعيل رئاسة حزب الدستور اللي كان مؤسسه البلدعي وترك وسافر، وهي تشارك الآن في الحوار الوطني اللي دعا عليه السيسي، وليها آراء كلها بتبقى مناهضة لسياسة الدولة، وبالطبع المواطن العادي بيحب يسمع رأي مخالف للرأي العام. والمرشح الرابع وهو المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وهو مواليد 54، وهو كان مهندس في قوات مسلحة واستقال ودخل للعمل العام، وهو لا ينتمي لأي حزب، وعرف عنه أنه ناشط سياسي وكان عضو في حركة كفاية اللي كانت بتعارض حكم مبارك، وسبب شهرته ومعرفة الناس بيه أنه تقدم ببلاغ ضد بيع الحكومة لسلسلة متاجر عمر أفندي بثمن بخس، وبعدها اتعين مدير لمعهد إعداد القادة. وفي 2018 تقدم مواطن ببلاغ ضد يحيى حسين عبد الهادي يتهمه بإهانة الرئيس، وتم إفراج عنه بكفالة 10,000 جنيه. وفي 2019 اتقبض عليه واتحكم عليه ب4 سنين لنشر أخبار كاذبة في القضية اللي كانت معروفة في الوقت ده إعلاميا باسم اللهم ثورة، وفي يناير 22 تم الإفراج عنه بعفو رئاسي. الخامس هو النائب أحمد طنطاوي، وهو عضو مجلس الشعب مواليد 79، يعني عمره 44 عام، وهو فاز بعضوية مجلس الشعب عن دائرة كفر الشيخ كنائب مستقل، وكان دايما معارض لسياسات الدولة والإجراءات اللي بتتخذها الحكومة، ووصل به الأمر إن هو مجلس الشعب قال إنه لا يحب السيسي ولا يثق فيه، واتهم الدولة بالتلاعب في الأصوات لما ما أفسي في 2020، وبعدها ترك مصر وقعد في لبنان وفضل يعارض من لبنان، وأعلن على صفحته رسميا ترشحه لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2024. المرشح السادس والأخير وهو عبد الوهاب حسن، أعلن ترشحه رسميا عبر صفحته على تيك توك وفيسبوك، وده كان السبب إن المتابعين عنده ضعفوا،
وهو مصري من كفر الشيخ هاجر لأمريكا، قعد 35 سنة وعنده تاكسي في أمريكا وجاي عشان يصلح حال البلد. ولو أصبح الستة دول المرشحين حقيقيين أمام السيسي، هتنتخب مين فيهم؟